بالمناسبة هو ده حال ناس كتير، يعني كان زمان يقول لك مش عارف انت بتشجع كذا ولا كذا في الدوري، مش عارف في ابطال اوروبا بتشجع كذا ولا كذا، في الدوري البريطاني بتشجع كذا ولا كذا، في اسبانيا. دلوقتي بتسأل اي مصري يقول لك انا بشجع النادي اللي معاه محمد صلاح، ودي حاجة جيدة جدا بالمناسبة. بس خليني قبل ما نبدأ نتكلم في اخبارنا، انا من الناس اللي مبسوطة جدا انه في حاجة اسمها الحوار الوطني. مبسوط ليه؟ لأنه ده بيدي دايما فرصة أوسع مش بس للمناقشة، لكن لعرض وجهات النظر والاختلافات في الرؤى والطرح والطرح البديل وما إلى ذلك. وهنا أنا يمكن ساعات كتير يمكن بحكم طبيعة حياتي لو صح التعبير، فببقى بقعد كتير جدا مع الناس اللي بيبقى فيه عندها آراء مختلفة، وأحيانا قد يكون فيها التباينات يعني. وده بالمناسبة الحاجة اللي بنبني عليها دايما مستقبلنا. يعني على سبيل المثال، لما حضرتك تيجي مثلا تتفرج على الجلسات والمناقشات بتاعت مجلس العموم البريطاني، فهتجد مثلا في الوضع الحالي ان المحافظين هم اللي بيحكموا، وبالتالي يبقى رئيس الحكومة من حزب المحافظين زي الحالة بتاعت بوريس جونسون، ده على سبيل المثال. حزب العمال البريطاني اللي هو مفترض ما بين قوسين انه حزب اميل للنظريات الاشتراكيه، اميل يعني ما هوش اشتراكي ولا حاجه من وجهه نظري يعني، بس اميل للاشتراكيه. هتلاقي حزب العمال البريطاني ابدا لا يحاول التسفيه ولا التقليل من وجهات النظر ولا اجراءات اللي بيقوم بها حزب المحافظين في حال الحكم، وانما بيعملوا ايه؟ بيقدموا الطرح. بس يعني ايه بيقدم الطرح؟ يعني مثلا لو افترضنا عندنا هنا في مصر، فاحنا مثلا نيجي نقول ايه، المعارضة ترى انه من الممكن جدا، وده كلام اتقال خلال اليومين الثلاثة اللي فاتوا دول، نرى ان احنا عندنا قدرة على تنمية او استغلال الموارد الاقتصادية المصرية بشكل افضل مما هي عليه الان. حلو، ده كلام جميل، كلام ما يزعلش حد، يعني في النهاية خالص المصلحة تعم، لان في الحالة دي هي مصلحة وطنية. وأظن كلنا لازم نبقى طول الوقت بنفكر في إيه؟ في الصالح الوطني، ما بنفكرش في حاجة تانية. دي الأولوية بتاعتنا، الأولوية هي الصالح الوطني. يعني إيه الصالح العام؟ إيه اللي هيظبطنا؟ الرؤية الفلانية، أهلا وسهلا يلا بينا. بس إمتى يبقى الصالح الوطني أو تبقى وجهات النظر بتاعت المعارضة؟ يمكن خليني هنا أعتبر إنه حتى مناقشتنا الدقيقتين اللي جايين دول جزء قد يفيد السادة الأفاضل اللي هيحضروا ويتحدثوا ويتناقشوا في هذا الحوار. إيه هو؟ إنه لما نيجي نقول المعارضة ليها رؤية وليها طرح، لازم تبقى واضحة ومفصلة. ما جيش أقول مثلا إيه، على فكرة إحنا نقدر نجيب فلوس أكتر من قناة السويس. أسأل إزاي؟ أسهل حاجة في الدنيا إن أنا أقول إيه، أنا أعرف أجيب فلوس أكتر من قناة السويس. تصفيق حاد، جميل. إزاي؟ قول لي الآلية اللي بيها هتقدر تزود العائدات والإيرادات ده بالعملة الصعبة، خد بالك، وحجم الحمولات، كمية الحمولات، وأعداد المراكب، السفن اللي بتعدي دي، كده رؤية هي على بعضها. طيب احنا نقدر نجيب مثلا فلوس أكتر من وراء استغلال المنطقة الاقتصادية بتاعت قناة السويس. جميل، قول لي إزاي. أنا عايز الأمور دايماً، وأفتكر يعني أساتذتنا وزملائنا وإخواتنا وأبنائنا على الأجيال الثلاثة اللي ممكن يبقوا النهاردة بيعتبروا نفسهم إن هم مربع المعارضة المصرية، أكيد فاهمين الكلام ده كويس وأحسن مني كمان 30 مليون مرة. بس علشان نقدر نقول خطاب للمجتمع يا سادة يا كرام، لازم نبقى بنقول إيه، هنعمل 1 2 3 4 5، ولازم تبقى الرؤية واضحة ومفصلة للناس علشان تفهم. ولا ايه؟ ولا الهدف ان احنا بنقول؟ لا، الهدف ان احنا نقول والناس تفهم، وانها تبقى رؤية واقعية منطقية مبنية على ايه؟ مبنية على الحقائق والارقام، ثم المتغيرات التي تطرأ على الواقع الاقتصادي، اما انه الدولي العالمي او الاقليمي، منطقتنا العربية والشرق الاوسط وافريقيا، في حالتنا مثلا المصرية زائد منطقة شرق المتوسط لأنها أصبحت دائرة حيوية رئيسية لدى مصر. لما أعمل كده الكلام يبقى مفهوم،
يبقى ليها اعتباره. لكن لو أنا ما عملتش كده أبقى بقول إيه؟ بقول عناوين رائعة أو أحلام عظيمة أو جمل براقة. وعليه أنا أتمنى دائما على أنه أي حد فينا بقى يطلع المعارضة ما يطلعش المعارضة، يطلع شخصية لوحدها، يطلع مثلا شخصية عامة، حزب، تكتل، مجموعة تحمل نفس الرؤية السياسية، لازم يا جماعة وإحنا بنتكلم مثلا ملف الاقتصادي نحط ملف كامل متكامل مبني على الحاجات السابق ذكرها، ملف سياسي كامل متكامل مبني على نفس الحاجات هي، لأن فكرة المتغير الدولي والإقليمي والمحلي هي لا يجب أن تغيب أبدا عن ذهن مين؟ ذهن واضع البرنامج، إن أراد إن الناس تفهم، ثم لما تفهم تصدق، ولما تصدق تقول والله إحنا عايزين نتبنى الرؤية دي وما نتبناش الرؤية دي. دي بكل بساطة. وبالمناسبة الحوارات الوطنية محلها عمره ما بيبقى، عشان أنا شفت ناس كتير بتتكلم تقول يا جماعة وليه الحوار الوطني ما يتعملش جوه البرلمان؟ البرلمانات بالمناسبة مش منوطة بالحوارات الوطنية خالص، ولا عمر في تاريخ أي برلمان كان منوطا بعقد أو بخلق أو ببناء أو بإدارة الحوارات الوطنية. الحوار الوطني ده بالمناسبة اللي هو ما بين قوسين احنا بنستخدمه كده في مصطلح رائج جدا، يقول لك ايه؟ الحوار المجتمعي. وانت متصور الحوار المجتمعي ده يعني بننزل نتناقش مع 110 مليون مواطن، ولا بنتناقش عن ممثلين عنهم؟ الممثلين في الحالات اللي زي كده بتبقى أحزاب وجماعات سياسية وشخصيات عامة وكتاب كبار فهمانين ومحللين كبار وخبراء كبار وما إلى ذلك. هو ده اللي بنسميه الحوار المجتمعي، ما بين قوسين بمصطلح أكثر علمية أكثر حرفية هو الحوار الوطني. طيب ليه يا عم يوسف ما يتعملش جوه البرلمانات؟ طبيعة أي برلمان في الدنيا في إيه؟ في أغلبيات على حسب ترتيبها، ثم أقليات برضو على حسب ترتيبها. مش ده طبيعة البرلمان؟ انتخابات، ففي ناس بتستحوذ على الأغلبية تقدر تاخد أصوات تحقق لها أغلبية، في حزب بيبقى عدد ممثلي أقل فأقل فأقل وصولا إلى أقل تمثيل حزبي أو الممثلين الفرديين. لما تيجي تعمل حوار وطني جوه البرلمان انت كده بتقول إيه؟ بتقول إن التصويت دائما سوف، ما انت بنحط رؤى وبنحط إيه؟ خيارات، وبنحط تصورات، ثم نطرحها دائما للايه؟ لتصويت او لتوافق. طب هيتعمل ازاي التوافق وفي اغلبيه؟ فالبرلمانات يا ساده ما هياش مكان الحوارات الوطنيه على الاطلاق. الحوارات الوطنيه محلها دائما اكاديميات وجامعات وما الى ذلك، لانه هنا ما بيبقاش ليها لا ميل ولا هوى ولا تحمل أغلبية ما. طيب أمال البرلمان مش ساعات بنسمع عن حاجة اسمها لجان الاستماع؟ أي نعم، لجان الاستماع دي بتتعمل جوه البرلمانات علشان الإيه؟ لجان الاستماع بتتعمل علشان خاطر لو أنا هأدعو مثلا إلى لجنة تقصي الحقائق، أو هأدعو مثلا إلى أن أنا عايز أعمل تشريع أو قانون جديد، وبالتالي بسمع لجان الاستماع لمين؟ لمتخصصين أو أصحاب رأي إلى آخره، فبنعمل حاجة اسمها لجان الاستماع. دي بتبقى موجودة جوه البرلمان. اللي أنا بقوله لك ده بالمناسبة مش اختراع، ده هو ده طبيعة العمل البرلماني في العالم من أكتر من 200 سنة أكتر كمان. ده ما هو أبعد من ذلك، لو أنت اعتبرت أن السنت هاوس في روما كان برلمانا أو شكلا برلمانيا يبقى أنت هنا بتتكلم على أكتر من 1500 سنة. فما فيش حاجة اسمها الحوار الوطني جوه البرلمان، ما فيش حاجة اسمها كده يعني، هي بس أحيانا تختلط علينا المفاهيم فوجب التصحيح. ولأنه الدولة مهتمة طول الوقت بأنه زي ما هي مهتمة في الحوار الوطني أن يكون في تمثيل حقيقي للشباب، فهتجد أن النهاردة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدعو لاعتبار سنة 2023، وإحنا النهاردة في نص سنة 22 يعني من قبلها بست شهور، عاما للشباب العربي. طيب الكلام ده معناه ايه؟ خلينا ناخد معانا على التليفون دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزاره الشباب والرياضه. اهلا 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 يا دكتور. مساء الخير عليك يا استاذ يوسف وعلى كل الساده المشاهدين، وسعيد ان انا موجود معاك. احنا اسعد ومتشرفين. خلينا الاول نفهم المصطلح يا دكتور، معنى انه يكون السنه بتاعه 23 دي هي عام الشباب العربي، ثم هسال ويا ترى رؤيه وزارتنا في مصر وزارة الشباب والرياضة إيه لوضع عام 2023 عاما للشباب؟ مهم جدا. خليني أقول لحضرتك
يعني من ناخد كده من حوار فخامة الرئيس النهارده مع السادة وزراء الشباب والرياضة العرب، واللي جاء بعد انعقاد الجلسة الختامية الخاصة بالمكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، واللي ترأسه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. النهارده فخامة الرئيس قال حاجتين مهمين جدا جدا جدا. أول حاجة قالها إن الشباب بيمثل بعدا أساسيا للأمن القومي للدول، وهناك أهمية كبرى لبناء فهم ووعي حقيقي للشباب. النقطة الثانية ودي مهمة جدا كمان، أكد على أهمية توعية الشباب العربي بالانخراط التحول الرقمي والبرمجيات والتقدم التكنولوجي. كمان أكد على أن الشباب الطاقة إيجابية هائلة يتعين العمل على تعظيم الإمكانات والقدرات العربية المشتركة لحسن استخدامها واستثمارها لتحصين عقول الشباب العربي. إذن هناك رؤية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب بشكل كبير جدا، على أساس أن هو أمن قومي لكل الدول العربية، ويجب علينا تحصين هؤلاء الشباب أو شبابنا العربي ضد الأفكار المتطرفة. طيب عام 2023 هو عام الشباب العربي، لإيه؟ للتأكيد على هذه الرؤى اللي طرحها فخامة الرئيس على السادة الوزراء. كمان طرح فخامة الرئيس نقطة هامة جدا، وهي إنشاء اتحاد عربي للشباب أو اتحاد للشباب رائع. العربي رائع. عشان نقدر من خلال هذا الاتحاد نحقق هذه الرؤى. فخامة الرئيس دائما وأبدا، وحضرتك متابع جيد ومحلل جيد أيضا، العفو فندم، دائما وأبدا ما بيطرح الرؤى والأفكار ويضع لها الحلول وكمان آليات التنفيذ. صح، فدي حاجة مهمة جدا لازم نقف عندها. طب وزارتنا هتعمل إيه؟ وزارة الشباب والرياضة هتعمل إيه؟ مش لوحدها، مع كل وزارات الشباب والرياضة العرب على مستوى الوطن العربي. عظيم. هيبقى في رؤى متبادلة. احنا من بكرة في اجتماع هام جدا للتأكيد على هذه الرؤى ومناقشة كل ما دار في اجتماع اليوم بوزراء الشباب والرياضة العرب، واللي أوضح فيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل النقاط اللي قلناها. كمان أكد فخامة الرئيس على التصدي للشائعات. بكرة في اجتماع مهم جدا في وزارة الشباب والرياضة، في عدد كبير جدا من المتخصصين والمستشارين وأيضا عدد كبير من الشباب للتأكيد على هذه النقطة أيضا، وكمان دراسة الأمر بشكل كبير جدا وبحث آليات تنفيذ هذه الأهداف اللي طرحها فخامة الرئيس. كويس، دي كخطوة أولى وسريعة. طيب عايزين نوضح للسادة المشاهدين، يعني مصر دلوقتي بقى وضعها إيه فيما يخص الرياضة والشباب. حلو. من خلال الاجتماعات الأخيرة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، تم مناقشة عدد كبير جدا من المبادرات. تم طرح جائزة هامة جدا اللي هي The First أو الأفضل على مستوى الوطن العربي. لإيه بقى؟ هتهتم بإيه المسابقة دي؟ بالمبادرات والأفكار الجديدة والبناءة التي تهدف لدعم الشباب وكمان احتواء كل أفكارهم. دي كانت حاجة يعني بعد ما ترأست مصر الدورة 45، يعني هيتم مناقشة كمان عدد من المشروعات والأنشطة والبرامج اللي هيتم تنفيذها العام المقبل بعد رئاسة مصر للدورة رقم 45. كمان خليني أهني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد ما فاز بالتزكية لمكتب وزراء الشباب والرياضة العرب، أو رئيس المكتب التنفيذي لمكتب وزراء الشباب والرياضة العرب. هايل. طيب ده كلام محترم جدا، كلام موزون زي ما بيتقال. إذن نحن بصدد تفعيل رؤية واضحة وقائمة بالفعل، فهتبدأ تفعل مع بقية الوزراء أو وزراء الشباب العرب بإذن الله. أنا بشكرك جدا يا دكتور، ونتمنى نشوفك قريب بإذن الله. كل الشكر دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة. خلينا نروح، بما ان احنا بنتكلم بقى على الشباب والرياضه في المنطقه العربيه، فنحن نتطرق الى المنطقه العربيه وعلاقه مصر بالاشقاء. هتجد انه دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في دوله الامارات العربيه المتحده، ومعاه وفد مصري رفيع المستوى.
ليه؟ لتنشيط الاستثمار. معانا على التليفون محلل اقتصادي الاماراتي الاستاذ نايل الجوابره. اهلا 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 بيك. اهلا وسهلا بيك وبجميع مشاهديكم وحياكم الله. ازاي منور القناه الاولى وبرنامج التاسعه. منوره باهلها واهل اهلنا اللي موجودين في مصر، حياكم الله. الله يخليك يا سيد نايل. خليني افهم منك اكتر على شكل التعاون الاقتصادي المستقبلي ما بين مصر والامارات والامارات ومصر، لان التعاون كان قائما والحمد لله زال ويمتد الى يوم الدين باذن الله، لكن الرؤيه المستقبليه للتعاون الاستثماري والاقتصادي ما بين الدولتين الشقيقتين. هي بكل تأكيد التعاون الاقتصادي والتعاون السياسي والتعاون في الاجتماعي بجميع المجالات. لا ننسى أن هذه عبارة عن مبادرات الشراكة الصناعية المتكاملة لتنمية الاقتصاد المستدام بين خاصة لأن وسوف يكون هناك اجتماع للمناخ في الفترة القادمة، وطبعا هذا يدعم بشكل كبير التنويع الاقتصادي. وكان الاجتماع رئيس مجلس الوزراء المصري في أبو ظبي بعدة مستثمرين من كبار المستثمرين في الدولة حتى يكون هناك زيادة في الاستثمار. لا ننسى وجود مصر معانا نحن كدول الخليج، هي تعتبر داعم كبير إن كان الشق السياسي أو الشق الاقتصادي. مصر تعتبر لاعب دور كبير في منطقتنا وخاصة في منطقة الدول العربية إن كان في السياسة أو كان في الاقتصاد. الآن بسبب وجود أيضا لا ننسى الأوضاع الجيوسياسية الضاغطة وخاصة بتنويع الاقتصاد وتنويع مجال الاقتصاد إن كان في مصر، بعد طبعا الآن الدعم الكبير للقمح المصري بداخل مصر هو دعم كبير للسلة الغذائية للوطن العربي في المستقبل. صحيح جدا. طيب الإمارات ليها تجربة تنموية وتجربة في الاستثمار الحقيقة ما شاء الله يعني أكتر من رائعة، وبالتالي الإمارات واحدة من الدول الأكثر جذبا للاستثمارات من كل حتة في العالم. كيف ترى الإمارات مناخ الاستثمار في مصر والتجربة الاقتصادية الجديدة في مصر واللي بدأت من 2014 وحتى هذه اللحظة؟ هي بكل تأكيد تجربة جدا ناجعة بوجود الاستثمار في مصر، ولا ننسى أن مصر تعتمد بشكل كثير على قوائم اقتصادية قوية بسبب وجود عمالة قوية في داخل جمهورية مصر، وهذا يعتمد بشكل كبير على تنويع الاقتصاد وتنويع الصناعات في داخل مصر. كما كنا نتوجه دائما أن هناك التعاون السياسي، الآن التعاون الاقتصادي المتكامل وخاصة بالنوع المفضل لدى العالم الذي دائما نتحدث عنه المستدام، أي أن هناك الطاقة المتجددة، وهذا النوع هو تعتمد عليه الدول المتقدمة وتعتمد عليه بوجود مصادر طاقة جديدة في جميع أنحاء العالم. والآن الطاقة المتجددة هي التي تلعب دور بعد ارتفاع طبعا أسعار النفط، والطاقة المتجددة بوجود طبعا وجودها في مصر تلعب دور كبيرا، ولا ننسى وجود منطقتنا في دول الخليج وأيضا مصر وأيضا كل الأردن بأن تكون هناك التكامل الكهربائي هو يجعل قوة اقتصادية قادمة في المستقبل. الآن هذا الاجتماع، وطبعا سوف تكون عليه اجتماعات أخرى مترقبة من قبل طبعا في دولة الإمارات من المستثمرين وأيضا في مصر، أن يكون هناك الطاقة المتجددة المستدامة وأن تلعب دورا كبيرا في مصر، لأن هناك تحتاج إلى أن تكون طاقة متجددة، لأن الجو يلعب دور كبير في مصر إن كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وخاصة بوجود طاقة الرياح في البحر الأحمر، وهو ما يدعم الطاقة المتجددة في المستقبل والاعتماد بشكل كبير على تنويع الاقتصاد كما ذكرت، وتنويع بشكل كبير وجود أيدي عاملة قوية في الجمهورية العربية المصرية بإذن الله. طب سيد نايل أخيرا، مش عايز أطول عليك وإن كنت مبسوط بالمكالمة، ونتمنى نراك قريبا في القاهرة وتبقى ضيف عزيز علينا في الاستوديو، لكن من المعروف أنه دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بضخ استثمارات أكتر من رائعة يمكن خلال الشهرين اللي فاتوا في جمهورية مصر العربية، هل تتوقع المزيد من الاستثمارات الإماراتية خلال الفترة المقبلة؟
بكل تأكيد، وهو ما سوف يدعم الاقتصاد المصري، لأن في أحد المؤشرات العالمية قد اتجهت بأن يكون هناك، وهذا دليل على التعاون الاقتصادي بين البلدين الكبيرين، إن كانوا من دولة مصر أو من كان من دولة الإمارات، بأن يكون هناك اقتصاد متقدم للفترة القادمة. الزعزعة الحالية التي هي موجودة في الاقتصاد العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية هي ما تجعل وجود أحد المؤشرات بأن تكون الاقتصاد المصري وضعها من مستقر إلى سلبي في الفترة القادمة بسبب الأوضاع الجيوسياسية الخارج عن النطاق، وخاصة بسبب أسعار القمح، إلى أن سوف يكون في الفترة القادمة دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، إن كان بوجود النفط وخاصة بارتفاعه، وأيضا بوجود استثمارات جديدة، وسوف تكون التركيز في الفترة القادمة بكل تأكيد على التصنيع، وخاصة التصنيع في الطاقة المتجددة التي سوف يكون لديها عمق كبير لدول العالم في جمهورية مصر العربية. بإذن الله بإذن الله، ونراك قريبا. كل الشكر ليك سيد نايل الجوابرة، المحلل الاقتصادي الإماراتي المعروف. هستأذنكم هنروح لفاصل، بس قبل الفاصل في عندنا تقرير لطيف جدا، احتفالا بيوم إفريقيا كنا بنتكلم عليه الأسبوع اللي فات، وبتحتضن مكتبة مصر الجديدة النهاردة واحد من التجمعات الإفريقية المهمة جدا، في احتفال بيمتزج فيه كافة أو تمزج فيه كافة أشكال الفنون الإفريقية وعروض تراثية أصيلة تعكس ثقافتنا كقرة، احتفالا بيوم إفريقيا كما جرت العادة 25 مايو من كل سنة من وقت تأسيس منظمة الوحدة سنة 63. مش عايز أحرق عليك التقرير، عايزك تستمتع بيه، وهنكمل الكلام بعد شوية. هنا احنا النهارده بنحتفل بيوم افريقيا، وده يوم يعني ذكرى تاسيس منظمه الوحده الافريقيه. احنا ازاي كمكتبه بنستغل اليوم ده؟ احنا بنحاول ان احنا نقدم مجموعه من الانشطه والمعروضات اللي بتوجه الناس لقضايا افريقيا. فالنهارده مثلا مستضيفين مجموعه من المعارض او الجهات الخارجيه، بيت السودان ومبادره انا افريقي، لعرض منتجاتهم اللي ليها علاقه مباشره بالموارد الافريقيه، بالاضافه طبعا للمنتجات اللي بيطلعها مشتركين ورواد مكتبة مصر الجديدة في الدورات التدريبية اللي بتنمي مهاراتهم. فهتلاقي مثلا في معرض فني تشكيلي هو عبارة عن نتاج ورش الفن التشكيلي الخاصة بمكتبة مصر الجديدة، معرض منتجات إفريقية لبيت السودان، معرض أنا إفريقي لمنتجات بتعبر عن التراث الإفريقي. فإحنا كمان بنحاول نستغل اليوم ده في اننا نوجه نظر الطلبه الافارقه الموجودين في مصر. احنا النهارده بنقدم في اليوم العالمي الافريقي مجموعه من الاعمال الفنيه المتنوعه بلغه الفن، او الفن اللي هي اللغه السهله لجميع الشعوب الدول الافريقيه. يعني بنشتغل على فكره الفاشن والازياء ولون البشره اللي هو لون الطمي الافريقي، العادات والتقاليد الموجوده ببعض الدول الافريقيه. بنشتغل على فكرة نهر النيل اللي هو بيوصل دول كتير من القارة الأفريقية بعضها ببعض. بنقدم مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة. أنا سعيد جدا أنه أنا أشارك للمرة الثانية في هذا العرس الأفريقي العظيم الكبير، وفي مكتبة مصر هذا الصرح الكبير الثقافي، ونحن هنا من أجل مد الجسور ما بين الدول الأفريقية في هذا العرس الأفريقي الجميل. وسعيد جدا باهتمام مصر كدولة بالانفتاح على أفريقيا، وسعيد جدا بالقرارات السياسية الرشيدة التي اتخذتها الدولة نحو الانفتاح لأفريقيا من خلال هذه المهرجانات الثقافية السرة، لنمد الجسور التواصل فيما بيننا وبين الآخرين. احنا مشاركين النهاردة بحرف وأشغال يدوية، أصلا احنا مبادرة بنعلم الحرف والأشغال اليدوية، بالإضافة لأن احنا بنشارك في المعارض والمهرجانات. فإحنا بنشتغل مجموعة من الإكسسوارات والكروشيه والجلد والريزن، كل الأشغال اليدوية عموما. اليوم مميز طبعا، وجهات كتيرة محتفلة بيها يعني، فإحنا حبينا نشارك يعني المرة دي بقى وفي مصر طبعا التنوع الثقافي والمشاركة بتاعت الجاليات كلها، فيعتبر يوم مميز لأفريقيا يعني.
كان العروض بتختلف، يعني في جلود منتجات جلدية، وفي فلكلور وتراث، وبعرض برضو حاجات عن العادات والتقاليد السودانية زي اللبس بتاع العروسة والعريس، وبرضو في عادة اللي هي القهوة اللي هي اسمها الجبنة عندنا. فدي كلها يعني يعتبر حاجات يعني محبوبة بالنسبة للمصريين، وبالنسبة إحنا عندنا جزء كبير منه يعني. لما كنا بنتكلم على سبيل المثال ملف الصحة في مصر، أنا فاكر كنا بنتكلم فيه مرة بناء على تقرير أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هنا، هو كنا بنتكلم على مسألة الإنفاق على الصحة وما إلى ذلك. وأنا ما أظنش أن في حد من الممكن أن يتجاهل أو يغفل أو ينكر أن مصر بتعمل أو عندها اهتمام حقيقي وأصيل وجذري بمسألة صحة المجتمع، صحة المصريين، صحة الشعب المصري. وجزء مهم جدا، بل هو الركيزة الأساسية دايما لأي مجتمع، هو صحة أطفالها اللي هيجوا في يوم من الأيام يبقوا شبابها فرجالتها وسيدتها وما إلى ذلك. يعني الأطفال دول هم المستقبل، أما الشباب دول فهم الحاضر، أما الناس اللي زي حالاتي واللي أكبر فيعني إحنا عتبات الماضي وإنت داخل عليه كده. خلونا نشوف مصر مثلا بتعمل إيه على سبيل المثال في هذا الملف الصحي، واللي أنا أعتقد أنه مصر ورثت ملف صحي تقيل، كان جزء منه بقى فيروس سي، وكان جزء منه حاجات متعلقة بالكشف المبكر عن السرطانات لدى السيدات والمرأة بشكل عام، جزء منه جدا زي ما كنت بقول لكم الأطفال. وبالتالي هتلاقي أنه مصر بتعمل مسح سمعي للأطفال المصريين، وبالفعل تم إجراء مسح سمعي لتلاتة مليون طفل ولسه، وده لعلاج ضعف وفقدان السمع. كما جرت العادة دي حملة أو مبادرة واسعة جدا برعاية رئيس الجمهورية. معانا على التليفون دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. أهلا أهلا يا دكتور. أهلا حضرتك أستاذ، تحياتي لحضرتك. إزاي صحة، تحياتنا لك يا دكتور، ربنا يخليك يا دكتور. دكتور يعني مسألة المسح السمعي دي أنا كنت بتكلم على أنها شيء شديد الأهمية، لكن مهم عندي مثلا وده مهم أظن عند ناس كتير جدا، هم يعرفوا المسح السمعي للأطفال ده بيتم إزاي، يعني هل هي مقسمة إلى شرائح عمرية؟ طب وهل الشرائح العمرية دي بنعمل المسح فيها طبقا للجغرافيا، يعني بروح على أنهي محافظات الأول في مرحلة أولى ثم المرحلة الثانية وهكذا؟ خليني أقول لحضرتك أنه مصر هي من الدول القليلة التي يوجد فيها مسح سمعي لكل المواليد، لكل المواليد بس المواليد المصريين، لا ده المواليد المصريين أو والمولودين على الأراضي المصرية من الجنسيات الأخرى، وده الحقيقة مش موجود في كثير من دول العالم. احنا بنتكلم على رقم يقل عن 20 دولة اللي بيجري فيها مسح سمعي شامل لكل المواليد. الولايات المتحدة الأمريكية مش كل المحافظات الـ50 بيبقى فيهم مسح سمعي، في 38 ولاية اللي بيتم فيها المسح السمعي الشامل. فاحنا خدنا خطوة وفق مبادرة السيد الرئيس 100 مليون صحة ومبادرات الرئاسية، تعتبر خطوة متقدمة جدا مقارنة ببقية دول العالم. كل طفل مولود بيتولد دلوقتي موجود على شهادة الميلاد بتاعته خانة زي الخانات اللي موجودة للتطعيمات الإجبارية اسمها المسح السمعي، وده بيتم في الوحدات الصحية. بعد ما بيتولد يروح الوحدة الصحية عشان ياخد التطعيم، وهو بياخد التطعيم الأولاني بتاعه يتم إجراء المسح السمعي دي. بنتكلم النهاردة في برنامج أو مبادرة رئاسية كاملة زي ما قلت لحضرتك كده لكل المولودين
من المصريين ومن غير المصريين على الأراضي المصرية. بنتكلم في 3500 وحدة صحية على مستوى الجمهورية. طيب ده كويس قوي. المسح السمعي ده عشان انا برضو ابقى فاهم والسادة المشاهدين يبقوا فاهمين، بيبقى للمولودين حتى عمر كام شهر؟ بيبقى للمولودين بعد ما يخرج من المستشفى ومع اول تطعيم هياخده، لو بنتكلم في الشهر الاول بعد الولادة. حلو قوي. يعني طيب كده ده معناه انه اولياء الامور او الاباء والامهات مش محتاجين يتقدموا لاجراء مسح سمعي، كده كده هو رايح مكتب الصحه يطعم ابنه او بنته فبيتم اجراء هذا المسح فورا. طب اهميه هذا المسح يا دكتور؟ طيب خليني اقول لحضرتك انه الدراسات اثبتت ان الاكتشاف المبكر لضعف السمع عند الأطفال بيخلي الطفل لو اكتشفنا الضعف السمع ده في أول 6 شهور من حياته وتم التدخل المناسب بالتعامل مع هذا الضعف، على سن 5 سنين 95% من الأطفال دي يقدروا يخشوا مدارس عادية. الحمد لله، كويس قوي كويس قوي. طيب. يعني مش ببقى محتاج اني ادخله المدارس الخاصه بضعاف السمع او لغه الاشاره او غيره. طيب. انا لو تدخلت في اول 6 شهور الى سنه ببقى عندي احتماليه 95% ان الطفل ده اللي هو عنده ضعف السمع هيخش مدرسه عاديه مع اقرانه. طيب عظيم جدا. هنا يجي سؤال، اذا استلزم التدخل المناسب زي ما حضرتك وصفته دلوقتي حالا، التدخل ده اكيد ليه تكلفه، ما مين اللي هيتحمل التكلفه في الحاله دي؟ تتحملها الدوله من خلال التامين الصحي، لان كل المولودين المصريين لهم تامين صحي تتحمله الدوله. يعني اي مولود في مصر ليه تامين صحي، وبالتالي لو اي طفل يولد مصري يولد على في مصر له تأمين صحي بمجرد وبياخد مع كارت التطعيم بياخد كارت التأمين الصحي. اي طفل مصري ولا اي طفل مصري زائد المولود في مصر؟ لا، اي طفل مصري. وهناك جنسيات يتم معاملتها معاملة المصري قرارات القيادة فيها. ده كلام اكتر من رائع، أكتر من رائع. أشكرك يا دكتور، لازم إن إحنا كنا نرجع لك علشان نقدر نفهم أكتر ونستبشر أكتر بهذه التصريحات لو صح الكلام. ده كلام جميل جدا. أولا خليني أشكر دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أشكره مليون مرة بصراحة على حاجات كتير مش بس على هذه المكالمة. لكن خد بالك، أي طفل مصري، أي طفل مصري بيتولد ليه تأمين صحي. في الحالة مثلا بتاعت لقدر الله ضعف السمع، إن كان الأمر حصل إن احنا لقينا في ضعف سمع عند الطفل أو الطفلة دي وهناك تدخل ما يجب إجراؤه، بيتم على مين؟ على نفقة الدولة. سؤال، أو خليني أقول لك سؤال وكأنه ستيتمنت، شغل ده ولا مش شغل؟ اهتمام ولا مش اهتمام؟ إنجاز ولا مش إنجاز؟ اللي عاوز يختزل أي إنجاز أو يختزل أي إجراء أو يختزل أي مشروع في رؤيته الذاتية، دي مشكلته هو. لكن اللي عاوز يشوف، أنا دايما أقول لك الجملة دي، اللي عاوز يشوف هيشوف، واللي مش عاوز يشوف عمره ما هيشوف. يعني ممكن تقول لي كام واحد في مصر عارفين أن أي مولود مصري له تأمين صحي؟ طيب كام واحد في مصر عارف، انا واحد من الناس لسه عارف دلوقتي ان كل الاطفال لازم يتعمل لهم المسح السمعي ده مثلا يعني. طب كام واحد فينا عارف؟ طب وكم واحد فينا عارف انه لو حصل حاجه لا قدر الله وانه طفلنا ده عنده مشكله ما في السمع، فانه بما انه طفل مصري فهيحصل على التدخل المناسب على نفقه الدوله وبشكل اجرائي عادي جدا، يعني مفيش أي حاجة هتحصل زيادة، يعني مفيش واسطة ومفيش مكالمة ومفيش طلب ومفيش، خلاص الولد أو البنت في حاجة هتعالج بإذن الله سبحانه وتعالى على نفقة الدولة.
كتير بيتكلموا في القصة دي؟ لا أظن. طيب خلوني أروح على موضوع أرى دائما من المواضيع الحلوة والمؤلمة. يعني أنا من الناس دايما أقول يا جماعة أنا أحب أحتفل بالميلاد مش بذكرى الرحيل. في رجل هو من أهم كتاب الأدب المصري وشهرته ذائعة الصيت دائما تأتي في إطار أنه من أهم كتاب السيناريو، بس هو روائي وسيناريست، بل هو واحد من أهم كتاب سيناريو الدراما التلفزيونية التمثيلية المسلسل قبل ما نسميها الدراما. يعني كلمة الدراما دي أنا مش عارف برضو هي جت لنا مؤخرا كده خلال 20-25 سنة فاتوا. إحنا زمان كنا نقول إيه تمثيلية مسلسل مش عارف، الدراما دي جت مش عارف. مهم يعني سيبنا من المصطلح إن هو جالنا منين، مش ده الموضوع. أنا هنا بتكلم على الأستاذ أسامة أنور عكاشة، والذي يحق دائما أن يسبق اسمه كلمة الأستاذ بملو الفم والبق والقلب والصدر والعقل والوجدان. أسامة أنور عكاشة اللي هو بتركيبته وبثقافته وبعقله وبأفكاره غاص جوه المجتمع المصري بكل تفاصيله مع حفظ الألقاب طبعا. وأسامة أنور عكاشة اللي بدأ يحتل مكانة محترمة جدا في كتابة سيناريوهات مسلسلات إذاعية وتلفزيونية أو تمثيليات إذاعية وتلفزيونية منذ ستينيات القرن العشرين، وأصبح الرجل ذائع الصيت، الاسم بتاعه هو ختم الجودة. يعني تيجي تقول الشهد والدموع أسامة أنور عكاشة، ليالي الحلمية أسامة أنور عكاشة، زيزينيا أسامة أنور عكاشة، أنا وأنت وبابا في المشبه أسامة أنور عكاشة. أسامة أنور عكاشة كتب يبقى المسلسل ده ناجح مما لا شك فيه. يعني ما فيش أي حاجة ممكن تيجي على بالك فيها احتمال ولا واحد في المليون المسلسل ده هيبقى يعني يمكن إطلاقا. قوة كتابة أسامة أنور عكاشة مذهلة. بالمناسبة أنتوا يمكن شفتوا مسلسل اسمه موجة حرة، ده اللي مأخوذ عن رواية، عشان كده برجعك على الأديب أسامة أنور عكاشة. رواية أسامة أنور عكاشة منخفض الهند الموسمي، وإن قرأت رواية تحبها جدا قوي خالص. يعني ما ظنش في حد ما بيحبوش ولا معجب بيه ولا بطريقة. نفسي أعرف هذا العبقري اللي قلما، وده بجد والله العظيم من قلبي مش عشان المناسبة، اللي قلما يجود الزمن بهذا الحجم من الموهبة والعبقرية والثقافة. ده راجل بنى وجدان عشرات الملايين من أبناء الوطن العربي مش مصر بس، عشرات الملايين. معنا على التليفون يعني بنته زميلتنا العزيزة نسرين أسامة أنور عكاشة. أهلا أهلا أهلا. يا أهلا يا أهلا أستاذ يوسف، أنا سعيدة أني مع حضرتك معاك، يعني أنت زميل عزيز طبعاً. أنا مش عارفة أقول لك يا الكلام اللي بتقوله، يعني أنا كنت أكاد أبكي وأنا سامعة كلامك. لا 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 خالص، أولا ما ينفعش تقولي أستاذ لأن إحنا زملاء فما فيهاش أستاذية على الإطلاق، ولو كلمة أستاذة اتحطت تتحط في الحديث بتاعنا ده على الأستاذ أسامة فقط لا غير، فلا هقولك يا أستاذة ولا تقولي يا أستاذ، الأستاذ في حديثنا هو الأستاذ أسامة لأنه ده أستاذ الأساتذة يعني. أصيل تسلم. والله دي الحقيقة. نسرين خليني هسألك على السؤال اللي أنا بطرحه، إزاي الأستاذ أسامة عرف يعمل تشريح للنفس الإنسانية بتاعة المجتمع المصري بهذا الشكل؟ بالمناسبة القادرين على ذلك في الأدب العالمي حتى قليلين. أنا أتصور إن هو بابا من الصليقة كده، يعني هو من الحالات الإنسانية الاستثنائية اللي بتعدي كل فترة، وأتصور إنه الظروف القدرية اللي هي عاشها من أول ولادته يمكن ومن طفولته كانت ليها عامل كبير في تشكيل ده جواه، تشكيل ده انه يقدر يقرأ كل ما هو حوله يعني وكل من هم حوله.
طلع عنده بالفطرة النهم والشغف للمعرفة أكتر ولقراءة الناس وعقولهم ووجدانهم. الظروف بالإضافة لده حطته في يعني ظروف اجتماعية معينة يتم وما إلى ذلك، خلته يدخل في ده أكتر ويستغرق فيه فيقرأ فيكتسب أكتر حرفة التحليل والقراءة الناس. شوية والظروف ساعدته أكتر إنه يتجول في كل حتة في مصر. فده أثقل أكتر الحتة دي عنده، يعني زي ما بتقوله عنده موهبة وظروفه بقت تثقلها كل يوم عن التاني. بعد كده بدأ يأصل ده أكتر وأكتر بدراسة جامعية تتناول النفس البشرية وعلم الاجتماع. بدأ يقرأ أكتر بتوسع أكتر وأكتر وهكذا. الموهبة الاستثنائية دي اللي هو اتولد بيها ممكن تكون مش عند ناس كتير، بتبقى حاجة من عند ربنا. لكن الفكرة انه في بقى حد بيدرك ده من بدري ويبدأ هو يبقى عنده الاهتمام الزائد انه يطور الحاجة اللي هو حاسس بيها جواه. هو بابا اشتغل على نفسه بشكل تلقائي لما لقى ده جواه وحب الناس، واعتقد انه ده جزء اساسي انه هو كان بيحب الناس، بيحب يفهم الناس، بيحب يتعامل مع الناس. ده اللي خلاه مع الوقت يبدا يشبك كل العوامل اللي قلناها دي فيبدا يحلل تركيبه البني ادم المصري. صحيح. لانه حبه، لانه حس بيه، لانه فهم يعني كل تشكيله في كل ملامح الانسان المصري بمزيج كده من التحليل النفسي وتاريخ الانسان المصري وكل ما قراه اجتمع عنده كله، عمل الخليط ده عشان يحب البني ادم المصري ده اكتر واكتر ويبدا يحلله اكتر. طبعا هو ترجم هذا الخليط في أرابيسك على لسان ربنا يديله الصحة صلاح السعداني بشكل مذهل على مسألة الخلطة المصرية. لكن خليني أسألك، هو أنا أعتقد مفيش حد ينفع ما يحبش اسكندرية، بس على ما يبدو الأستاذ حب اسكندرية أكتر مننا كلنا وأطلق ليها بعيدا عن انه كتب عن اسكندرية، لا هو كان في صرختين تحذير متعلقتين باسكندرية قبل أي حد. بابا أتصور أنه برضو لأنه قاري تاريخ فده كان عامل أساسي. لما لف في اسكندرية نفسها من صغره وقرى تاريخها من ضمن تاريخ مصر اللي استغرق فيه، فهو أدرك فكرة خصوصية اسكندرية بدري قوي. لكن كمان هو بابا كان عنده رؤية طول الوقت فيها قدر من الفلسفة أو العمق، وده برضو من بدري قوي. فأعتقد أن الفلسفة والعمق دول تجلوا قوي في فكرة عامل الزمان والمكان. يعني المكان عنده في اسكندرية، الجغرافيا ما كانش ليها تأثير قليل، البحر المتوسط وتأثيره والتقاء الثقافات عبره والحاجات دي كلها برضو هي جات نتاج أنه قاري بتحليل، وانه ربط القرايه والتحليل ده بمشاهداته الحقيقيه على ارض الواقع وهو بيلف في اسكندريه نفسها وهو قاعد على بحر اسكندريه. العشق اللي وصل ليه لعروس البحر المتوسط ده ما كانش من فراغ، لانه كان كل ده مربوط ببعضه في وجدانه، انه انا مش بحب بلد بس بحرها حلو، ولا هي من اميز ما اماكن مصر بس، هي من اميز ملامح التاريخ المصري. هي التقاء ثقافات شكلت حتة مهمة في الأرابيسك بتاع مصر ده. هي التاريخ وزمانا مهم جدا في تحليلنا لشخصيتنا احنا، وجغرافيا يعني مهمة بنفس القدر في ان احنا نعرف قيمة المكان ده ايه والأرض دي ايه، وبالتالي انت تقدر تحلل على أساس تاريخها ده كتير من اللي جاي. بشر عامر عبد الظاهر، بصي هو اصلا هيفضل طول الوقت الاستاذ دايما حاضر في اذهان الكل، زي ما كنت بقول هو شارك في بناء جزء ضخم جدا من وجدان ملايين المصريين والعرب، ويمكن ده جزء برضو من عبقريه الاستاذ اسامه انور عكاش. انا بشكرك جدا 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 يا نسرين، كل الشكر لزميلتنا العزيزه نسرين اسامه انور عكاش. هستاذنكم، لا مش عايز اروح الفاصل قبل اقول لكم تأملوا بعمق بجد بقى، مش تابعوا باهتمام واستمتاع المسلسلات اللي كتبها الأستاذ أسامة، تأمل بعمق المسلسلات اللي كتبها الأستاذ أسامة أنور عكاشة بمنتهى العمق.
اقعد اتفرج. انت هتقعد تتفرج على واحد زي ما كانت بتقول نسرين هو فاهم التاريخ ده كويس جدا، وفاهم البنية الاجتماعية كويسة جدا، وفاهم او قادر يخلق عملية استشراف لما هو قادم. انت عارف لو كانت الناس، لو كانت الناس فهمت واهتمت، بل وكانت هناك إرادة حقيقية، وشافوا كويس مسلسلات كتبها، لأنها مش مجرد مسلسل لأجل إننا بنستمتع ونتسلى خالص، دي كانت فلسفة وواقع طول الوقت. شايفوا أسامة أنور عكاشة وبيحذر من الاستمرار في هذا الشكل من الواقع. ما كانتش اسكندرية وصلت للي وصلت له لحد مثلا ما داود عبد السيد عمل فيلم رسائل البحر. خد بالك احنا هنا بنتكلم على ناس كانت طول الوقت بتحذر. أسامة أنور عكاشة انتبه لذلك قبل داود عبد السيد، ربنا يا رب يديله الصحة، مخرجنا العظيم واللي هو واحد من أهم مخرجين الدنيا في وجهة نظر المتواضعة، بس أظن أنه في وجهة نظر الكثيرين يعني من أهم مخرجين الدنيا، أنه خدوا بالكم اسكندرية هتضيع، التراث المعماري بتاعها هيضيع، بنيتها الاجتماعية هتبدأ تبوظ، خدوا بالكم. محدش التفت، محدش التفت لحد 2010، محدش بيلتفت ومحدش عاوز يلتفت. ليه؟ حدوتة أخرى. فاصل ونكمل الكلام. خليني اخدكم ونطلع على الماتش اللي شغال ده، نهائي دوري ابطال اوروبا ليفربول وريال مدريد. والى الان ريال مدريد متقدم بهدف على ليفربول في الدقيقه 59 من الشوط الثاني. يا صلاح، والنبي حط جول يا صلاح، الوحيد اللي يقدر ينقذنا بإرادة ربنا سبحانه وتعالى هو محمد صلاح. ينقذنا يا يوسف، هو احنا من ليفربول ولا ايه؟ صلاح بيلعب في ليفربول يبقى هينقذنا. طيب، من قلب الملعب زميلنا العزيز الصحفي بجريدة وموقع sport.fr الفرنسي الأستاذ محمد منظور، أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ يوسف. أستاذ محمد، إزاي الحال؟ ربنا يخليك. طبعا انا مش متسنى ليا ان انا اشوف الماتش لاني على الهوا، فاولا نفهم منك يعني كده ايه اللي بيحصل، وها طمنا على مو، طمنا على ابو الصلح. والله المباراه كانت ماشيه في الشوط الاول زي الفل، وكان صلاح قريب جدا من التهديف ودخل المباراه بشكل جدا وعمل كذا كوره كويسه، تصدى ليهم كورتوا، لكن الشوط الثاني الهجمه الوحيده في المباراه تقريبا، احصائيات الشوط الاول كانت بتقول ان ليفربول سدد 8 تسديدات منهم 5 تسديدات على المرمى مقابل 0 تسديده لريال مدريد. حتى في الشوط الثاني 0 تسديده لريال مدريد، حتى الهدف اللي احرزه ريال مدريد كانت من تسديده المفروض ان هي متشاطه على المرمى لكن مرت بالعرض واحرزها في فينيسيوس جونيور. يعني اعتقد ان هي بطوله، مش عايز اقول بطوله الحظ، لكن هو فعلا ريال مدريد بيصطفوا حسن توفيق بشكل غير طبيعي من بدايه الادوار الاقصائيه في هذه البطوله، مستمر لحد اليوم. نتمنى في ال 10 12 15 دقيقه الباقيين ان الامور تتغير وان محمد صلاح يحرز هدف وان ليفربول يفوق يعني. طيب وماني شغال في الملعب كويس مع صلاح ولا واخد جنب؟ والله الفرقه كلها كانت كويسه جدا في الشوط الاول ولحد ربع ساعه الشوط الثاني، يعني ليفربول دلوقتي مسيطر تماما على وسط الملعب، لكن يعني الوضع صعب شويه، الوضع صعب. ريال مدريد طبعا عنده خبرات، طبعا في توفيق بشكل كبير، لكن هو عنده خبرات انه يقدر يحافظ على المكسب، يقدر يحرز كمان هدف ثاني، لان عنده سرعات كبيره جدا عن طريق فينيسيوس جونيور في الجناح الايسر. اعتقد ان المباراه صعبه، لكن وارد نشوف اهداف في الوقت اللي فاضل ده، لان احنا شفنا طول البطوله اهداف من ريال مدريد في الدقايق الاخيره، نتمنى ان احنا نشوف اهداف ضد ريال مدريد في الدقايق الاخيره. انا شايف كنت في المدرجات من شويه صور بتتناقلها المواقع ووكالات الانباء لمشجعين ليفربول وهم لابسين لبس فرعوني وحاجات من هذا القبيل، فقلت يعني ايه، مش معقول نخيب ظن كل الناس دي، والله الناس كلها كده مركزه مع صلاح. كانت الاجواء جميله جدا يا استاذ يوسف قبل المباراه، كانت الاجواء رائعه جدا، كان في يعني روح رياضيه جميله من الجمهورين، انا كنت وسط الجمهورين قبل المباراه،
لكن حدث تدافع بشكل غريب جدا قبل المباراة، سوء تنظيم غريب جدا من الأمن الفرنسي قبل المباراة، يعني أنا ما شفتش كده أبدا، انعدام تام للكوردونات اللي هي بتكون حوالين الملعب. احنا في 2016 هنا تم تنظيم كاس الامم الاوروبيه يورو 2016، وكان التنظيم اكثر من رائع، حتى في المباراه النهائيه كانت الكوردونات معموله بشكل جيد حوالين الملعب. لكن النهارده تم اقتحام الكوردونات بالكامل، في 15,000 تذكره مزوره، الناس طلبت انها تدخل، ناس حاملي التذاكر فشلت انها تدخل المباراه. حدث تدافع، حصل اصابات، حصل اغماءات، الوضع كان سيء جدا بصراحه. يعني انا من وجهه نظري الامن الفرنسي فشل تماما في تنظيم هذه التظاهره اللي بينجح فيها حتى دول وانديه، يعني دول اقل من فرنسا بشكل كبير. يعني كان في 15,000 تذكره مزوره زائد تدافع ومحاولات اقتحام للمدرجات بالعافيه؟ فعلا حدث، وحدث تسلق اسوار الملعب قبل المباراه، وحدث هرج ومرج بشكل كبير، وده بسبب ان الامن الفرنسي ما قامش بالدور اللي بيقوم بيه. هم قالوا ان في 7,000 جندي هيأمن المباراه، لكن انا شايف ان في تقصير امني غريب جدا حدث، شفته بعيني طبعا ولمسته، ويعني مش قادر اقول لك المشهد كان عامل ازاي. يعني الحقيقه الواحد ما كانش عنده حتى استعداد يتصور، لان الواحد كان خايف، كلنا كنا خايفين من المنظر. الى هذا الحد يعني كان في خوف لديكم حتى كصحفيين ومتابعين متعودين احيانا على مثل هذه الاجواء، كان لديكم خوف؟ والله في ناس فشلت حتى تدخل الملعب معاها تذاكر سليمه، وتدخل الملعب وفي ناس يعني ما كانش معاها تذاكر خالص ولا حتى تذاكر مزوره، ونجحت تدخل الملعب سواء بتسلق الاسوار او بالتدافع الكبير جدا والخوف من مواجهتهم. يعني طيب، وانت متوقع بقى استاذ محمد مثلا بعد ما الماتش يخلص ايا كانت النتيجه، تتوقع المزيد من التجمهر او لا قدر الله اي شكل من اشكال العنف او العشوائيه، ولا هيكون الامن وقتها عرف انه يلملم شتاته ويسيطر على الوضع؟ يعني انا اعتقد ان لا، مش هيحصل حاجه، اعتقد ان بعد المباراه ان شاء الله مش هيحصل حاجه، يعني اتمنى ان ده ما يحدثش. لكن انا شفت جمهور ليفربول وجمهور ريال مدريد قبل المباراه، كان في يعني كان التشجيع عادي جدا، ما كانش فيه اي مشكله، ما كانش فيه اي ازمه، كانت الناس بتتعامل بشكل لطيف جدا، كان الوضع لطيف. لكن هو بس حدث التدافع وقت المباراه، لكن قبل دخول المباراه طبعا، لكن اعتقد ان بعد المباراه هيكون الامور ظريفه ان شاء الله باذن الله. اشكرك جدا 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 من قلب الملعب الاستاذ محمد منظور الصحفي بجريده وموقع sport.fr. خلونا نروح للفاصل، وبعد الفاصل عاوزين نتكلم شويه على الصناعه. ايام تفصلنا عن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعه. ايه هي افضل السبل للنهوض بالصناعه؟ تعزيز إسهامات الصناعة اللي هي مما لا شك فيها الإسهام الرئيسي في زيادة الصادرات. خلونا نتكلم على صناعات مرتبطة بالاقتصاد الأخضر مع ضيوفنا الأعزاء، سيادة النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أيضا سيادة النائب أحمد سمير عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ. يعني حاجة برلمان مصغر، أو تحديدا لجنة صناعة مصغرة داخل هذا الاستوديو. استنونا بعد إذنكم. أهلا بيكم معنا مرة تانية. مصر عندها هدف، الهدف بتاعها هي زيادة حجم صادراتها لمئة مليار خلال الثلاث سنين اللي جاية، قولوا إن شاء الله. علشان نعرف نزود الصادرات بتاعتنا، إذن يجب علينا أن احنا نشتغل بمنتهى القوة على واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في أي بلد في الدنيا، وبالتأكيد من ضمنها مصر، ألا وهي الصناعة. احنا عندنا مؤتمر خلال كام يوم اسمه مصر تستطيع بالصناعة. إيه اللي نقدر كلنا نفكر فيه علشان ننهض بالصناعة، مش بس على المستوى الكمي ولكن على المستوى الكيفي، تعزيز الصناعة المصرية وبالتالي تعزيز إسهامها في زيادة الصادرات. خلونا نرحب بضيوفنا الأعزاء داخل الاستوديو، سيادة النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، منورنا فندم. أهلا، إزاي الصحة؟ كله تمام. أيضا سيادة النائب أحمد سمير عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، منورنا سيادة النائب. نورك، ربنا يخليك. أنا كنت
كنت بقول دي لجنة اقتصادية صناعية موازنية مصغرة داخل هذا الاستوديو. هبدأ الأول بعد إذن حضراتكم بسيادة النائب ياسر عمر، وهسأل إنه إحنا النهاردة عندنا إن شاء الله المؤتمر ده خلال كام يوم، والرئيس دايما يتحدث على تعزيز القدرات الصناعية المصرية، وإنه ده اللي هينهض بحجم الصادرات وصولا للمستهدف اللي هو 100 مليار. يجي السؤال، وما دور القطاع الخاص في ذلك وإلى أي مدى؟ عشان الأمور تبقى واضحة، لو نرجع للزمن من قبل سنة 52 هنلاقي كل الصناعة اللي اتعملت في مصر كانت بأيدي مصريين وطنيين. كويس. لو ما رجعتش الثقة، ما رجعتش للمصنع المصري، لأن المصنع المصري بعد 2011 الناس كانت بتعتبر ان الناس دي كلها ايه مش سليمه، بالرغم ان الناس دي هي اللي وقفت الصناعه في مصر من قبل 52 لغايه ايه 2010. الهزه اللي حصلت للمصنع المصري الوطني دي اثرت عليهم. لو المصنع المصري ما نجحش جوه مصر مفيش مستثمر هيجي لك في مصر، لانه شايف الراجل صاحب البلد ما نجحش. لازم ترجع الثقه للمصنع المصري، لان هو راجل وطني وهو راجل بيفتح بيوت لناس كتير، وهو راجل لما هيصدر هيجيب عمله لينا، ولو ما صدرش وصنع لينا في مصر هنوفر استيراد، يبقى برضو ايه وفر لنا عمله، واخد بالك؟ ودي مشكلتنا في الفتره الحاليه. كل الصناعات اللي قامت في مصر خلال 50-60 سنة اللي فاتوا كلها كانت وطنيين، مصريين وطنيين، يعني هات لي حد مستثمر جه عمل مصنع مش مصري، كله مصري. لا، ما هو انا عندي في مصر فترة طويلة جدا ما هياش يسيرة يعني، كان فيها الاستثمارات الصناعية استثمارات مشتركة مع جنسيات مختلفة ومع استثمارات مباشرة من دول مختلفة. لما نرجع بقى ونشوف هنلاقي ايه، البداية كانت بعد 52 الدولة هي نفسها اللي كانت بتعمل هذه الصناعات، كانت المستثمر الرئيسي بقى يكاد يكون الأول والأوحد، وكانت صناعات كبيرة وقوية. احنا بقى دلوقتي ما تنفعش الدولة ان هي تعمل الكلام ده نهائي، المفروض القطاع الخاص يرجع يشتغل زي الأول، واحنا واخد بالك واثقين في الصانع المصري والمصنع المصري ورجل الأعمال المصري إنه ده رجل وطني وراجل 10 على 10. ما ينفعش أديله مثلا طاقة بأسعار أكتر من أسعار العالمية وأقول له إيه نافس، هينافس مين؟ ما يقدرش ينافس. فلازم الطاقة لدعمه، لكن ما زودش عليه إيه سعر الطاقة. هو في الوقت الحالي أعتقد إن إحنا داعمينهم ودعمينهم واخد بالك، بس عايزين ندعمهم أكتر برضه. طيب، هروح لمسألة ندعمهم أكتر دي وأنا برجع لسيادة النائب أحمد سمير. وإن كان المتحدث واحد من القلاع الاشتراكية القليلة الباقية على سطح الكرة الأرضية أو على الأقل في مصر، إلا أنه أنا ما عنديش أدنى أزمة في المزيد من الدفع بسلال من الحوافز، ليست سلة واحدة، للمستثمر المصري القطاع الخاص المصري علشان يبقى شريك رئيسي في العملية الصناعية والعملية الاقتصادية. بس هيبقى في عندي سؤال، انه في فترة ما، ويمكن حتى اظن او ما اظنش انه سيادة النائب ياسر هيختلف معايا، انه سحب البساط من تحت الصناعة المصرية لأجل صناعات اخرى موجودة في كل حتة في الدنيا، وكان السبب الرئيسي هنا مش رخص الإيد العاملة، الإيد العاملة المصرية عمليا هي تعد من الأرخص على مستوى العالم، لكن كانت مشكلة الجودة. فالسؤال، هنعمل إيه عشان أضمن التصنيع بجودة ملائمة للمتطلبات الدولية؟ طيب، الشق بتاع الصناعة في المرحلة الحالية دي ما بقاش موضوع توطين الصناعة اللي بنتكلم فيه بشكل كبير جدا يعني رفاهية، بقت حاجة أساسية في ظل أزمة اقتصادية عالمية وأزمات بتتوالى على العالم بشكل كبير جدا. الصناعة النهاردة 17.1 من الناتج المحلي، ده نسبة قليلة جدا لدولة زي مصر عدد سكانها 103 مليون ان يبقى الصناعة بتمثل 17% كناتج محلي. القطاع الخاص النهاردة في المرحلة الجديدة اللي هتبقى بداية للجمهورية الجديدة في الـ4 سنين الجاية هترتفع مساهمته من 30% ل
65% خلال 4 سنوات طبقا لخطة الدولة ووثيقة ملكية الدولة اللي تم طرحها في مؤتمر رئيس الوزراء. صحيح. طيب هي ليه كانت القطاع العام نسبته زايدة؟ القطاع العام السنة اللي فاتت كان 560 مليار والقطاع الخاص 220 مليار بنسبة 70-30%. بعد كورونا وبعد كمان خطة الإصلاح الاقتصادي الدولة كان عندها خطة لمشروعات بنية تحتية ضخمة جدا في كل مصر، ده زود بشكل كبير استثمارات الحكومة المصرية. لكن المرحلة الحالية هو عودة للقطاع الخاص في البدء فيها. طب لو خدنا القطاع الخاص في الصناعة، ايه المعوقات اللي بتخلي الناس ايضا بقى هم مصريين او اجانب يبعدوا عن الصناعة؟ ان انت النهاردة كدولة كنت بتستفيد من اول جزئية، انا عايز ارض عشان اعمل مصنع، هسعرها ازاي؟ هسعرها بالسعر الطبيعي. دي كانت اول مشكلة، ان سعر الارض غالي جدا. النهاردة النهج الجديد اللي احنا بنطالب بيه ان ما نركز على سعر الارض، نركز على المنتج اللي المصنع ده هيطلعه. فاصبح التسعير بقيمة المرافق، او الفكرة التانية اللي هي حق الانتفاع لسنوات ونشوف جدول المشروع. حلو. الجزئية التانية ان النهاردة مشاركة القطاع الخاص بما يملكه من ادارة، سواء ادارة مصرية او ادارة اجنبية وتكنولوجيا حديثة، في مشروعات هامة جدا في المرحلة الحالية. ان الحكومة النهاردة تبدأ تتخارج من بعض المشروعات والقطاعات ويدخل القطاع الخاص، او يبدأ يحصل مشاركة بينهم، ده بيضيف عنصر فعال جدا، هو ان الادارة من القطاع الخاص لها مميزات عديدة على عكس ادارة القطاع العام. الجزئية المهمة قوي هو ايه الفايدة اللي احنا بنواجهها بنقابلها النهاردة كمواطن مصري؟ يعني اقولك انا ليه اعمل مصنع؟ انا كهبة شباب وعايزين نعمل مشروع، ليه نعمل مصنع؟ ونعمل مصنع في ايه؟ وهنكسب ازاي؟ انا هنا بحاول اخاطب المواطن البسيط قوي. ثقافتنا في الناحية الاقتصادية في عمل في الصناعة والاستثمار في الصناعة والدخول فيها دي لازم تتغير. لازم يبقى النهاردة عندنا دعاية قوية جدا للقطاع الصناعي في مصر. كمان المدخلات الصناعة، مصر دولة تستورد مدخلات صناعة ضخمة جدا في كل الصناعات. ازاي نقدر نعمل الحاجات البسيطة جدا، المسامير، يعني مثلا قطاع الأساس. قطاع الأساس عنده مشكلة ان 50% من القيمة المضافة بتاعته الأسطح اللي هي الخارجية اللي هي آخر طبقة، دي بيتم استيرادها قبل كاش، لان ده حله ايه؟ حله بحث علمي ودراسه اسواق عالميه. طب ما انا استثمر شويه في ما يتعلق بالاساس في البحث العلمي ودراسه الاسواق واعمل مصانع لما لده. طيب قطاع زي مثلا متميز جدا في مصر قطاع النحل، يعني فيها حاجه مثلا ما حدش يعرفها، عسل النحل وكده. مصر الدوله رقم واحد في صادرات تصدير النحل الحي. تصدير النحل الحي. طيب النهارده ازاي 300 مليون دولار سنويا؟ صح. ازاي ما دعمش هذا القطاع بشكل كبير جدا؟ حاجات كتير ممكن تدينا امثله النهارده وافكار لدعم الصناعات الصغيره ومتوسطه، دعم الصناعه في المرحله الحاليه. ازاي نتعلم مصر لن تنجح ان انت تعمل لي مصنع وتوقف استيراد؟ لا، توطين التكنولوجيا هو عمل مصانع بتكنولوجيا حديثة عشان أضمن استدامة واستمرارية. لأن لو استخدمت تكنولوجيا غير حديثة مش هيبقى عندي اللي حضرتك شرحته في البداية، التنافسية مع الأسواق الخارجية. أوه. وجودة المنتج. حلو جدا. طب أنا هستأذن حضراتكم هروح لفاصل وهرجع مرة تانية بعد الفاصل لضيوفنا الأعزاء، بس هبدأ وقتها بسؤال سيادة النائب ياسر عمر على مسألة ألم تقدم الدولة يعني بدل الخطوة 10 خطوات لدعم الصناعة خصوصا في الإجراءات الأخيرة خلال هذا العام من مسألة دعم هتتحمله الدولة متعلق بالضريبة العقارية على المصانع حتى المزمع إنشائها إلى آخره. يعني الدولة طول الوقت بتقدم. أنا دايما خوفي الوحيد من الصانع المصري انه يتعامل بالمنطق بتاع انا عايز اقلل قدر الامكان في التكلفه حتى لو على حساب الجدوى عشان اطلع الجوده، اسف، عشان اطلع منتج سعره بسيط فيبقى سهل في بيعه. ده عمليا يدمر لي الصادرات وانا عمليا عاوز اعزز صادراتي. هروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. كل الترحيب بضيوفنا الاعزاء سياده النائب ياسر عمر وكيل لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب، وسياده النائب احمد سمير عضو اللجنه الاقتصاديه بمجلس الشيوخ. وقلت انا هرجع مره ثانيه سياده النائب ياسر عمر على مساله الاجراءات اللي بتقدمها الدوله طول الوقت لدعم الصناعه، كل الخشيه ان هذه الاجراءات تذهب الى المصنع والمستثمر المصري اللي احنا بنقول له صنع واستثمر ولازم انت تبقى حاسس بالامان جوه بلدك عشان تشجع المستثمر العربي والاجنبي وما الى ذلك. خوفي دايما من مساله انا عايز انتج حاجه في الرخيص وفي الحنين بصرف النظر عن الجوده. لا، ده خوفي. لا، دي ما تخوفنيش. ليه؟ انا عايز مصر لن تقوم الا على المشروعات المتوسطه
واخد بالك، والصغيره في الوقت الحالي اتعملت البنيه التشريعيه اللي تشغل الناس دي، بس للاسف الشديد هناك بعض البيروقراطيه اللي بين المحليات وهيئه التنميه الصناعيه، الكلام ده كله بيعطل المستثمر سواء المتوسط او الصغير. خد بالك يعني الصغير النهارده اللي هو شغله واخد بالك يعني في الحدود اقل من 50 مليون جنيه، ده الصغير يعني واخد بالك. الكلام ده يعني لازم البيروقراطيه تنتهي، ولازم نبدا نصنع. وما يصحش ان تركيا تصدر ب 200 مليار دولار واحنا نصدر ب 40 مليار دولار، والصناعه اساس التصدير. حلو. يعني الزراعه النهارده احنا الحمد لله بنصدر، بس بنصدر بكام؟ ب 4 مليار دولار، وده رقم كويس جدا في الزراعه. بس طبعا. ايه هي الصناعه اللي هتجيب ال 100 مليار؟ الصناعه، اصل انا هعمل تصنيع على الحصلات والمنتجات. أيوة. الزراعيه. ايوه دي اللي هتجيب ال 100 مليار دولار، ايه الصناعه واخد بالك. فالصناعه دي اساسيه لازم. انا شخصيا شايف ان في بعض العقد بين المحليات، هيئة التنمية الصناعية عايزة تشتغل، ساعات المحليات بتؤثر عليها في الحاجات المشتركة اللي هم مع بعضهم. زي ايه؟ توصيل المرافق. يعني هل معقولة لغاية النهاردة لسه بنحكي في توصيل المرافق؟ وأنا شاهد يعني على مواقف معينة، هيئة التنمية الصناعية مجهزة الفلوس والمحافظات مش عايزة تاخد الفلوس، يعني لحاجات يعني هايفة واخد بالك. يعني ازاي الكلام ده؟ المباني، المصانع ايه اتبنت، الحضانات اتبنت، كل ده اتبنى وجاهز، نعطله على مرافق؟ كلام ما ينفعش. لازم البيروقراطيه دي تنتهي بالكامل. عارف لازم الشباك الواحد ده اللي بنحكي عليه بقى لنا 20 سنه بنحكي عليه الشباك الواحد، لكن حتى هذه اللحظه ما فيش شباك واحد. طب انا دلوقتي هيتعمل عندي حاجه اسمها الشباك الذهبي، يعني مش هيبقى اسمه كده بس. أيوة ده في الرخصه الذهبيه بتاعت الصناعه اللي اتكلم عليها مجلس في مجلس الوزراء دي اللي هو قرار الايه في اخر اجتماع على الصناعات الثلاثه، سيارات كهربائيه، هيدروجين اخضر، وطاقه متجدده. دي الصناعات الكبيره. ماشي، دي الصناعات الكبيره، والصناعات الكبيره دي اساسيه. يعني انت النهارده لو ما عندكش صناعه اسمنت كنت هتستورد اسمنت، ما عندكش صناعه حديد كنت هتستورد حديد. فيعني ازاي واخد بالك؟ يعني لو ما عندكش سيراميك كنت هتستورد سيراميك. كل الناس اللي استثمرت في هذه المجالات وفرت عليك عمله، ده بالعكس فيهم ناس بتصدر وبتجيب ايه؟ عمله بتشتري بيها ايه؟ الخامات الاساسيه اللي هي لازم تجيبها من بره، ما انت مش كل الخامات موجوده عندك في مصر. طيب، وده يمكن الكلام اللي كان بيتكلم فيه سياده النائب احمد سمير من شويه، هي مساله المستلزمات. أيوة. بتاعه الصناعه بتستنزف مننا مبلغ كبير جدا لاجل استيرادها. هنا هل يبقى جزء من الحلول زي ما ذكر سيادة النائب ياسر عمر انه الصناعات متناهية الصغر والصناعات الصغيرة هتحللي ازمة المستلزمات والحاجات الصغيرة، لكن انا لازلت واقف قدام معايير الجودة. وزارة الصناعة اصدروا زي الكود المصري او المواصفة المصرية للجودة. انا حتى لما جيت اتكلمت مع معالي الوزيرة نيفين جامع قلت لها يعني هي الكود المصري ده زي بتاع الاتحاد الاوروبي ولا زي بتاع امريكا؟ قالت لا ده زي بتاعنا، احنا حطينا المعايير بتاعتنا. الى اي مدى يرى النائب احمد سمير وما بين او نحط كده سلاش نشتغل على تشريعات تؤكد وتلزم الصانع بالتزامات ومعايير جوده؟ طيب، قطاع الصناعه الاول فيه جزئيه وهرد على حضرتك في اللي حضرتك قلته، بس فيها جزئيه هامه جدا. ان زي ما احنا بنتكلم الصناعه بتشمل كل الوزارات الدوله، كل وزارات الدوله بلا استثناء بشكل يعني او باخر، مباشر وغير مباشر. مباشر وغير مباشر. فعندها مشكله ان النهارده الامثله اللي بنضربها فيما يتعلق بالمرافق وزاره التنميه المحليه، فيما يتعلق ب اي وزاره اخرى، بتعطل بشكل كبير جدا الصناعه. طيب النهارده مقاييس الجوده، واطلع منتج جودته جيده. عشان اطلع منتج جودته جيده لازم ادرس الاسواق المنافسه. انا هنتج ايه؟ هوديه فين؟ محتاجه داخليا. يعني عندي يبقى ثلاث اولويات. اولا اولويه القطاع، انا ايه القطاع اللي عايز اشتغل فيه؟ انا ما ينفعش اعمل صناعه في حاجه انا مش محتاجها، ما عنديش فيها طلب. الجزئيه الثانيه وهي خاصه بالطلب، هل السوق المصري داخليا محتاج هذا المنتج؟ وخارجيا العالم محتاجه عامل ازاي؟ قدرتي كدوله على انتاج منتج بسعر رخيص وجوده عاليه ينافس الاسواق الثانيه، لان احنا العالم كله قريه صغيره في النواحي الاقتصاديه. فالنهارده اللي انت عايز تصدره
يعني هدي مثال صغير قوي. الصين بعد أزمة كورونا طلعت قرار إنها صادراتها من الملابس والمنسوجات هتخفضها 15%. ال 15% دول يعني 45 مليار دولار. مصر بتصدر بكام ملابس ومنسوجات؟ ب 2 مليار دولار. طب احنا ازاي ما استغلناش فرصة ان يعني ده بقى هو دراسة الأسواق العالمية، ان عندك أسواق متعطشة لملابس ومنتجات منسوجات ب 45 مليار الصين هتوقفهم، وفي أسواق مفتوحة انت لازم تدخل تذاكر ده وتدخل تشتغل على ده. طيب النهارده ان انا اللي بتاع منسوجات، انا اللي بتاع غزل ونسيج، انا بتاع القطن بالظبط، لازم تشوف تنافسيتك وانت وضعك عامل ايه في الاسواق دي. مش دي حاجه مهمه، ايه اللي جاي في السوق؟ يعني ايه اللي جاي في السوق؟ يعني التكنولوجيا الحديثه النهارده والاهتمام بالثوره الصناعيه الرابعه بمنتهى السرعه. ايه الثوره الصناعيه الرابعه دي؟ الثلاث ثورات اللي قبل كده كانوا ايه؟ القرن ال 18 كانت محركات البخار، وبعدين محركات الكهرباء في ما قبل الحرب العالميه الاولى، وبعدين في الثمانينات كان الانترنت وتكنولوجيا المعلومات. الثوره الصناعيه الرابعه هي ما يتعلق بالروبوت، الذكاء الاصطناعي، دخول الانترنت وتكنولوجيا في كل مناحي الحياه. اقتصاد معرفي. ده اقتصاد معرفي بالظبط. ده النهارده لازم الدوله المصريه تشتغل عليه. لو اشتغلنا على الملف ده فقط فانت تواكب احداث الثوره الصناعيه الرابعه تمام بشكل كبير جدا، وعندك النهارده مدخلات في مصر وموارد في مصر تخليك تشتغل على ده وتنجح فيه، عشان تبقى بتصدر اللي العالم محتاجه. عايز تصدر ب 100 مليار وخطتك 100 مليار من 45 مليار كانت اكبر صادرات لمصر في العام الحالي، عايز توصلهم ل 100 مليار، يبقى لازم تشوف العالم محتاج ايه، الاسواق اللي حواليك محتاجه ايه، والتنافسيه فيها والجوده اللي العالم محتاجها، مش اللي انت ممكن تنتجها. هي دي مشكلتنا، ان التنافسيه في قطاع الصناعه تنافسيه ضخمه جدا. النهارده المثال مش بس تركيا، اي دوله النهارده بتنافسك بايه؟ سعر منخفض وجوده عاليه. انت داخليا لو جاي لك برودكت من بره او منتج من بره جودته عاليه وسعره منخفض، مش هتقدر تصنعه محليا لو سعره محليا وجودته مش الراجل اللي عندك مش هيشتريه. بالمناسبه وناس كتير جدا مستعده تدفع ثمن الجوده، يعني ما لما بجيب صناع منتج ما جاي لي من الاتحاد الاوروبي، ما هو سعره مش رخيص بس بجيبه ليه؟ عشان الموثوقيه. بالظبط. وكمان في حته مهمه قوي، انا بص انا عمال اضرب في امثلتي قطاعات، قطاع الدواء مصر فيها 150 مصنع دواء. طب الماده الخام، الخامه مصنعين، يبقى كده النهارده عايزين نروح ان احنا نركز على الخامات في صناعه الدواء، لان صناعه الدواء بشكل عام 92% منها منتج محلي، 7% استيراد، لكن الماده الخام مصنعين بس. دي الحاجات اللي احنا عندنا لازم عيننا نشوفها. الدوله عملت ايه؟ عملت حصر ل 131 ماده خام من المواد اللي احنا بنستوردها من الخارج بتدخل في الصناعه. دي بداية لمرحلة جديدة فيما يتعلق بالصناعة. وهذه المناقشة هي مجرد بداية، حتى مع استمرار المؤتمر اللي جاي بإذن الله مصر تستطيع بالصناعة من وقت انعقاده، هنستمر في مثل هذه المناقشات، لأن دي مناقشات مهمة جدا، وبالنسبة لي دي المزيكا اللي في حياتي، الاقتصاد والصناعة. أنا بشكركم جدا، أنا بأسف على اللقاء القصير ده، لكن ده همنا الوقت على رأي بعضهم، لكن هنتقابل تاني وتالت وعاشر، لينا الشرف. كل الشكر سيادة النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب، كل الشكر سيادة النائب أحمد سمير عضو لجنة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، نورتونا وشرفتونا، وإلى لقاء قادم وقريب إن شاء الله. لحظات يكون موجود معاكم كريم رمزي، أما إحنا نبقى موجودين معاكم بكرة في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.